مرحبا، كيفكم؟ معك كوتش أمير أبيضا بحلقة جديدة. هاي الحلقة رح نحكي عن الصحة الرياضية إن كان للأطفال أو للمسنين. مثل ما منعرف، أكدت دراسات العلمية أنه الرياضة كثير مهمة لمختلف الأعمار، خصوصاً لما نبلش نشجع الأطفال من عمر صغير على الرياضة. في مقولة كثير أنا بحبها: من شب على شيء شاب عليه. ورياضة لها فوائد كثيرة، من بينها أنه هي بتحمينا من أمراض كثيرة وبتقوي مناعتنا. مثل ما منعرف هلأ الأطفال صايرين عم يروحوا للعالم الافتراضي وللألعاب التكنولوجية، وعم ينسوا تماماً ويبعدوا عن النشاط الرياضي الواقعي. وهلأ بدنا نحكي عن تأثير الرياضة، تأثير الرياضة على الطفل. أول شيء جسدياً، يلي هو بيقوي مناعتنا، بيقوينا، بيقوي القوة البدنية عنا. الشغلة الثانية، القدرات العقلية. القدرات العقلية أثبتت دراسات أنه الطفل يلي بيكون عنده حب للرياضة وبيمارس الرياضة، عنده التفكير والذكاء وسرعة البديهة والعلامات الدراسية بترتفع أكثر من 70% أكثر من الطفل يلي ما بيمارس الرياضة. هلأ بدنا نحكي على الشغلة الثالثة وهي النفسية. الرياضة بتلعب دور كبير كثير مع الطفل، انه بترفع من معنوياته ومن ثقته بنفسه. وانا شخصيا بشجع الطفل انه يمارس الرياضة الاقرب لقلبه. ليش؟ لانه حتى يكمل فيها. ممكن الرياضة صارت هي حتى انه مو مثل الدراسة، ببلش بالمدرسة بعدين بالجامعة بعدين ممكن تصير مهنة. والرياضة نفس الشيء، انا ببلش اليوم هاوي بلعبة معينة، سباحة، كرة قدم، كرة سلة، بعدين ممكن أنا أصير هي مهنتي وصير لاعب محترف بأندية كتيرة وشارك بطولات بمنتخبي مع منتخبي. وهلأ رح أحكي بالنسبة للمسنين. قد ما كان عمري وشو ما كانت المرحلة اللي أنا وصلانها، اليوم فيني بلش. لا تقول إنه ما عاد فيني أنا لحق حالي وما عاد فيني أتمرن. رياضة هي لمختلف الأعمار، يعني ما في عمر محدد. الرياضة ما لها علاقة بالعمر. الرياضة هي عبارة عن أسلوب حياتك وروتينك اليومي، أنت شو العادات اللي بتقوم فيها يومياً. يعني اليوم الرياضة هي عبارة عن استثمار، أنت شو بتعطيه لجسمك؟ جسمك بيعطيك إياه، وفوقه أرباح ونتائج كتير مهمة. مثل الاستثمار، كيف أنت بتحط مصاري باستثمار وبعد فترة بيجيك أرباح، نفس الشيء الجسم. لنحكي عن فوائد الرياضة للمسنين. أول شيء محاربة الشيخوخة، ثاني شيء بتعطينا مناعة عالية ضد الأمراض، وثالث شغلة يلي هي الأهم بتنشط لي عضلة القلب والدورة الدموية. الألياف العضلية بتقويها وبتساعدني على نمو الألياف العضلية والعظام، لأنه لحنا مثل ما بنعرف كل ما زدنا بالعمر الكثافة العظمية بتقل. فاليوم الرياضة هي كثير لها أثر كبير بمنع هذا الشيء يصير بسرعة. ممكن تقلل لي الوقت وممكن أنه حتى توقفه. كمان بتخلي عاداتي اليومية وروتيني اليومي سهل وسلس أكثر. بدي أحكي عن تجربة كثير مفيدة ولازم نستفاد منها. بدولة الإمارات صار فعاليات ومهرجانات للترويج للرياضة، وعملوا بعدها أحصائيات من 2010 ل 2019. بعد 2019 طلعت الأحصائيات كالآتي: اللي عنده سمنة بنسبة 37%، نزل هي النسبة من 37% لل 27%. واللي عنده أمراض بالسكر، اللي عنده أمراض بالسكر نزل النسبة، نزلت من 27% لل 20%. وحتى المدخنين نزلت هي النسبة من 11% ل 8%. متصور قديش أثرت هي المهرجانات وهي الفعاليات الرياضية على العالم وقديش استفادوا منها؟ وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفقرة. كان معكم كوتش أمير أبيضا. طول هي الفترة حاولت أني أحكي بمواضيع مختلفة وأفكار مختلفة وعامة لحتى الكل يستفاد منها. وكل عام وانتم بخير. سلام.